أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: امرأة تكثر الأيمان، فما هي الكفارة وما كفارة اليمين الغموس؟ التوبة، كفارة اليمين الغموس كفارتها التوبة، وهي الحلف على أمر ماضي كاذبا متعمدا، عليه التوبة والاستغفار. أما اليمين على شيء مستقبل، إذا حلف على شيء مستقبل أن يفعله أو أن يتركه خالف اليمين وجبت عليه الكفارة. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين. الآية. نعم.